أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل التحاكم إلى ما يسمى بأعراف القبائل وعاداتهم هل يدخل في باب التحاكم إلى الطاغوت؟ نعم، يدخل في التحاكم. كل ما حكم به وهو من غير الكتاب والسنة فهو تحاكم إلى الطاغوت. الأعراف القبلية والعادات والتقاليد، لا يجوز التحكيم إلا للكتاب والسنة فقط. نعم.